العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح العقيدة الوسطى لسيد أبي عبد الله السنوسي رضي الله تعالى عنه مع شرح العلامة الشيخ السرقسطي، نفعنا الله تعالى بعلومهم وعلوم مشايخنا في الله تعالى، آمين. وصلنا عند قوله: فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، كالتحيز مثلا للجر، والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، كعرو الجرم مثلا عن الحركة والسكون، والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه، كموت الواحد منا اليوم أو غدا. قال في الشرح: ولما كان تعريف الواجب والمستحيل والجائز يستلزم الوجوب والاستحالة والجواز، لأنها أخص، ومعرفة الأخص تستلزم معرفة الأعم. ماذا يريد أن يقول؟ هو عرف الواجب، صح كده؟ وعرف ثاني المستحيل، وعرف الجائز، صحيح؟ واحد يسأل سؤال: لماذا لم يعرف، عرف الواجب ولم يعرف الوجوب، وعرف المستحيل ولم يعرف الاستحالة، وعرف الجائز ولم يعرف الجواز؟ نقول له: لا، أعرف. سئل مرة سيدنا علي رضي الله عنه، قالوا له: صف لنا صف لنا العالم أو العاقل. قال: الذي يضع الشيء في موضعه، يعني اللي يضع الأمور في نصابها ولا يخطئ، هذا هو العالم أو العاقل. قالوا له: صف لنا الجاهل. قال: قد وصفت. خلاص، ما عيدش الكلام ده، لأنه يفهم من وصفه للعاقل أو للعالم بهذا أن الجاهل عكسه، ولا داعي لإعادة الكلام. فكذلك هنا تعريف الواجب والمستحيل والجائز يستلزم، يعني كأنه عرف هذا ضمن هذا. ليه؟ لأن الوجوب والاستحالة والجواز أخص من الواجب والمستحيل والجائز، فكأنه الواجب ده أعم، فإذا عرف لأنها أخص اللي هي الواجب والمستحيل والجائز، ومعرفة الأخص تستلزم معرفة الأعم ولا عكس. فلو أنه عرف العام، هذا لا يستلزم تعريف الخاص، وإنما تعريف الخاص يستلزم تعريف العام. زي في قاعدة بنقوله عليها نفي الأعم يستلزم نفي الأخص ولا عكس. طب وإثبات الأخص، افهمها كده، ما دام تنفي الأعم يستلزم طب يبقى إثبات الأعم يستلزم إثبات إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم. أقول تاني: نفي الأعم يستلزم نفي الأخص ولا عكس. نفي
نفي ايه؟ الأعم يستلزم نفي الخاص، يعني نفي العام يستلزم نفي الخاص. يبقى إذن إثبات العام اعكسها يستلزم ايه؟ إثبات الايه؟ إثبات الخاص يستلزم إثبات العام. يبقى هنا لما عرف هنا الواجب والمستحيل والجائز، تمام كده؟ هذه أخص، يعني الواجب أخص من الوجوب، خلاص كده. الواجب يعني لو قلنا فين العام وفين الخاص، الواجب ولا الوجوب؟ الواجب. طيب لما نقول الجائز ولا الجواز؟ الجائز. المستحيل ولا الاستحالة؟ يبقى إذا عرف الخاص فهذا يستلزم معرفة الإيه؟ العام، ولا عكس. لو أنه عرف العام، يعني لو مثلا قال لك فالوجوب، يبقى في هذه الحالة لازم يبقى مضطرين إلى تعريف الواجب، يعني نعرف مرتين، نعرف الوجوب وبعدين نعرف الواجب. لكن إذا عرفنا الواجب يبقى ما فيش داعي لمعرفة أو لتعريف الإيه؟ الوجوب. ليه؟ لأنه الواجب ده مشتق من الوجوب، يبقى إذن ده مشتق منه. ما دام ده مشتق والتاني مشتق منه، يبقى المشتق أخص من المشتق منه اللي هو أعم، لأنه المشتق منه يشتق منه الواجب والوجوب ويجب وأي حاجة تانية تدخل فيه. واضح كده؟ يبقى في حاجة اسمها إيه؟ المشتق منه، وفي حاجة اسمها المشتق. فلما نعرف المشتق هذا إيه؟ اللي هو الإيه؟ الخاص، خلاص؟ يبقى هذا يلزم منه تعريف الإيه؟ العام. أما العكس لا، لو أنه عرف الوجوب لقلنا له عرف الإيه؟ الواجب. فإذا عرف الواجب فقد عرف الوجوب، وإذا عرف المستحيل فقد عرف الاستحالة، لأن المستحيل مشتق من الاستحالة، والواجب مشتق من الإيه؟ والجائز مشتق من الإيه؟ من الجواز. يبقى كده فهمت القاعدة؟ معرفة الإيه؟ تعريف الأخص يستلزم تعريف الأعم ولا عكس. وحديك مثال إنه نفي 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 في الإثبات غير في النفي. شوف كده، معرفة الإيه؟ الأخص تستلزم معرفة، لما نعكسها لا، لا يستلزم معرفة العام لا يستلزم الخاص. وكذلك نفي نفي العام، نفي العام يستلزم نفي الخاص، لكن إثبات الخاص هو اللي يستلزم إثبات العام. يبقى في النفي شيء وفي الإثبات شيء آخر عكسه. نجيب المثال، مثلا عندنا إيه؟ النبوة والرسالة، إيه الأخص وإيه الأعم؟ الرسالة أخص. طب والنبوة؟ طيب فإذا نفينا النبوة تنتفي الرسالة. لو نفيت النبوة هذا نفيها يستلزم نفي الرسالة ولا عكس. ولذلك قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ختم النبوة يعني نفى، ما فيش نبوة بعده، آخر واحده. فنفي النبوة يستلزم نفي الرسالة. يعني لو أن واحد ظهر في عصرنا الآن وقال لنا مثلا: أنا رسول الله إليكم جميعا، فنقول له لا. يقول لماذا؟ هل في دليل على أنه النبوة إن الرسالة انتفت؟ يجي واحد يقول له: الله تعالى قال على سيدنا محمد وخاتمه النبي. يقول لك: يا أخي أنا ما قلت نبي، أنا بقول لك رسول، أنت تفهم؟ يقول له: ما هو أصلا إذا انتفت النبوة تنتفي الرسالة، لأنه لا يمكن يكون رسول إلا إذا كان نبيا. فإذا ما فيش أنبياء يبقى إذا لا يوجد رسل. ها، لكن نفي الرسالة لا يلزم منه نفي النبوة، إنما إثبات الرسالة يلزم منه إثبات النبوة. تفهمت ولا لسه؟ هل فهمتم؟ الحمد لله. من القارئ؟ اقرأ يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى نبينا أجمعين وبعد. ولما كان تعريف الواجب والمستحيل والجائز يستلزم الوجوب والاستحالة والجواز. يعني لو قال لك أحد أنه عرف الواجب ولم يعرف الوجوب، قل له لا أنت لا تفهم، لأنه معرفة له الواجب يستلزم معرفة، ليه؟ لأنه الواجب ده مشتق من الوجوب، صح؟ لأنها أخص، ومعرفة الأخص تستلزم معرفة. ولذلك زمان كانوا يسألون، يقول لك إيه في لما تيجي تمتحن شفوي، أنت طبعا داخل عامل نفسك علامة الزمان والمكان وتظن أنك أعلم من في الأرض جميعا، فأول ما تجلس يقول لك اقرأ، يقول الواجب، يقول لك اصبر. ايه الفرق بين الواجب والوجوب؟ تروح ايه تصاب كده يعني يعني بصمت رهيب، انت ما متخيل. يجيب لك سؤال ايه الفرق بين الواجب والوجوب، سهله جدا، ما هو حدش يعرف يجاوب، مع انه الاشياء السهله جدا ما حدش يعرف يجاوب عليها. ليه؟ الانسان مش بيحطها في ايه في باله، مش كده؟ ذاك القراء اللي كانوا كبار زمان لما يجي يمتحن، تبقى انت الليل كله تحفظ في البقره وآل عمران والنساء والماء، يروح يسالك في جزء عامه، وانت الجزء الوحيد اللي مش راضي تراجع على انك انت مطمئن انك ايه حافظه، فروح سالك سؤال في جزء عامه، وانت طبعا مركز كله على الايه؟ على البقره وآل عمران، وما يجيب لكش ولا سؤال في الحاجات دي. فده فن الأسئلة، أنه يجدي لك الأسئلة التي لا تتوقعها. يلا. أشار إلى ذلك بقوله. آه، يبقى فهمنا كده أنه الفرق. طب أنا سألتكم سؤال، إيه الفرق بين الواجب والوجوب؟ إيش؟ أيوه، الواجب ده خاص والوجوب هو العام، وده مشتق والتاني مشتق منه، خلصت. زي ما نقول المصدر مثلا اسم الفعل او اسم المفعول او اسم الفعل، مش ده المشتقات؟ زي كأنه قال لك ما الفرق بين الكتابة والكاتب. يلا. فالواجب الفاء فصيحة. ايه الفاء؟ منهم من يقول لي ايه معنى الفاء الفصيحة دي؟ ها؟ ها يسموها كده فاء الفصيحة، في ناس تاني يقول لك فاء الفضيحة، وصح الاثنين. الفصيحة يعني ايش؟ يعني من الفصاحة كده، يعني حاجة فيها فصح. اي انت بتبص في الكتاب مش فيش جواب فيه. طيب سيبين لك ما قال قبل هذا. لا مش هيبين. الفصيحة يعني يعني تفصح عن شرط مقدر محذوف، يعني إذا علمت ذلك فالواجب، يعني هذا إيه وقعت في جواب شرط، ده الجواب ده فن الشرط نفسه مقدر محذوف تقديره إذا علمت ذلك أو إذا قرأت أو إذا فهمت ما تقدم ينبني على ذلك فهم الواجب، فتعريف الواجب كذا، فسميت فصيحة لأنها أفصحت عن شيء أو عن شرط كذا مقدر محذوف، تسمى فعل إيه؟ الفصيحة. طيب ووجه تسميه هي نفسها فاء الفضيحة. ها؟ ما هي نفسها، بس الفضيحة يعني يعني فضحت، يعني كشفت الايه المستور، اظهرت الشيء المغطى، بينت يعني ايه اللي كان محذوف، يبقى فصح افصحت او ايه افضحت. وان للعهد وما فين ال فين هال دي اين هي؟ ها فالواجب الواجب قال للعهد، ايه هو العهد ده؟ عهد الله. ها
ما معنى العهد يعني؟ يعني المعلوم يعني. وما معلوم؟ معلوم أو مفهوم أو مذكور. يعني ما كلمة ماذي؟ فالواجب ما ممكن نقولها إيه؟ فالواجب معلوم يعني تعريف كذا، أو مفهوم كذا، أو مذكور التعريف كذا، أو نقول ما كأنها نكرة زي بمعنى شيء يعني، شيء شيء الواجب شيء لا يتصور. فهمت كده؟ ولا نافية. لا فين لا؟ ما لا يتصور. خلاص. ايه معنى يتصور يا مشايخ؟ ما معنى التصور هنا؟ لا ده في المنطق ده. يقول لك الواجب ده شيء لا يتصور. لو كان حصول الصورة في الذهن ممكن أنا أتخيل أو يحصل في ذهني إنه الواجب ده ينعدم مجرد في الذهن، والتصور في الذهن يعني زي كأنك بتتخيل، يعني واحد بيفكر كده إنه اللي قدامه ده اثنين ممكن يحصل في الذهن، أو اللي أمامي ده مش كتاب منطق أو مش كتاب عقل، ده كتاب هندسة أو كتاب فلسفة مثلا. التصورات الذهنية دي ممكن تقع متخيلة ليست مطابقة للواقع، فممكن واحد يتصور كده انعدام الواجب أو وجود المستحيل، يعني يفكر كده إنه في بحر زئبق أو أي شيء. فليس المقصود الحصول للصورة في الذهن. أمال إيه المراد بالتصور؟ وتعقل، ما هي التعقل للحصول الصورة. يبقى هنا المراد بالتصور يعني التصديق عكس المنطق. يعني الواجب شيء إذا فهمه العقل لا يصدق إلا أنه موجود، يعني لا يقبل، يعني لا يصدق. التصور هنا المراد به التصديق، إنما كونه يتصور بمعنى يعني صورة في الذهن ممكن يتصور عدمه، لكن هل يقر بذلك ويقبل ذلك؟ لا. يعني العقل يفهمه ثم يحكم بأنه لا يمكن يكون عدم، ده الواجب. واضح كده؟ يعني كأنه التصور هنا يعني معناه الحكم أو التصديق، وليس معناه حصول الصورة في الذهن، لأنه ممكن الذهن يتصور أنه عدم. يلا. ويتصور أي لا يحصل في العقل. لا يحصل، يعني العقل ما يحصلش كده عنده أنه يقبل هذا. يتعلق بقوله لا يتصور صورة عالم، أي ذلك المعلوم أو المفهوم أو المذكور، أي ما صدقاته. يعني شوف كده، يعني هو بيتكلم على ما صدقات الواجب. شوف الما صدق، يعني مثلا الواجب ده يصدق على ايه؟ يصدق على ذات الباري، يصدق على صفاته. يبقى هو في حاجة اسمها المفهوم وفي حاجة اسمها الما صدق. المفهوم يعني اللي هو الصورة اللي تفهم في الذهن، والما صدق هذا اللفظ يصدق على ايه؟ يعني ما انا فهمت ايه شجره، لكن تصدق على ايه؟ على النبات اللي ينبت في الارض كده ولا فروع ولا هو ده الشجر. تصورت ايه معنى رجل؟ يصدق على انا عليك انت على. تصورت معنى امراه يصدق على ماذا؟ فهمت كده الما صدق وايه والمفهوم. فاحيانا شوف كده يكون المفهوم مختلف لكن الما صدق واحد. يعني مثلا لما تسمع كلمة ضاحك، يعني ايه؟ ذات بتضحك وتتعجب، الضحك يعني التعجب. ولما تسمع كلمة كاتب، هل المفهوم الكتابة هو مفهوم الضحك ولا يختلف؟
كاتب غير ضاحك، لكن ما صدق واحد اللي هو الإنسان، يعني الكاتب هو الإنسان والضاحك هو الإنسان. يبقى هنا اختلف المفهوم واتحد ليه الما صدق. فهمت كده؟ يبقى عشان كده عاوزين نعرف أفراد أو ما صدق الواجب. يعني كلمة ما صدق أصلها كلمة يعني منحوتة، يعني من ما وصدق، يعني ما صدق يعني الذي يصدق، يعني يتحقق هذا المفهوم في ماذا، هذا هو الايه الما صدق. مفهوم كده؟ يعني لا يمكن تنفي ما صدقاته، يعني لابد ان تكون ثابتة، خلاص لا يمكن أن تنفى. فإذا كان الأمر كذلك فهذا يسمى الواجب. ولذلك ما صدقاته أي أفراده في العلم، بل ليس الحاصل في العقل إلا وجود تلك الما صدقات لذلك المفهوم. يبقى في مفهوم وفي إيه ما صدق، يعني مفهوم الواجب هو كذا، لكن ما صدقاته هو إيه ذات الله، صفة اللي هو إيه الذي لا يتصور في العقل عدم. ولذلك عندنا ده اقرأ كمل عشان نشرح شرح كده إيه وافي. وعدمه وعدمه أي ذلك المعلوم بالمفهوم ماشي ماشي. وعدمه يعني إيه وعدمه معناه ما تتوقفش، خليك معي. أين تبى تقرأ فين؟ في كتاب آخر؟ أي معه؟ ها؟ خليك معي على طول، يعني لا تتوقف، وإلا أنا حكم في وادي وأنت في واد آخر. يعني إيه معنى عدمه؟ الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، إيه معنى عدمه؟ لا يتصور إلا وجوده. يعني لا يتصور، يعني لا يقبل، لا يصدق إلا وجوده، عدم لا. يعني لو أنت قلت لي ذات الله تعالى واللي حتوقف عليها على الذات والصفات وجود العالم، فأقول لك ذات الإله بعد الأدلة العقلية والنقلية شيء واجب، يعني لا يمكن ينفى، لا يمكن أتصور أن ذات الإله عدم أو صفات الإله عدم، لأنه لو كان الأمر كذلك فكيف وجد هذا الخلق ووجد هذا الوجود؟ إذن فلا يحكم العقل ولا يصدق إلا بشيء واحد اللي هو وجود هذا الواجب، يعني لا يمكن يقبل نفيه ولا يصدق بعدمه. خلاص فهمتوا؟ فظاهره أن كل واجب موجود، ما فيش حاجة اسمه واجب مش موجود، مش كده؟ لأن الواجب ما لا يتصور في العقل، أي معنى لا يتصور في العقل عدمه، يعني لا يقبل لا يحكم. أي وليس كذلك، بل ثم شيء واجب لله تعالى وليس لموجود، وهي الصفات المعنوية والسلبية. على هذا لا يقدر ما ذكر لخروج هذه الصفات، لخروج هذه الصفات الواجبة لله تعالى. يعني عاوز يقول لك انتوا بتقولوا الواجب شيء، او الواجب معناه ما لا يتصور في العقل عدم. طيب يبقى معنى كده انه في الظاهر العبارة كده انه كل واجب موجود، صح كده؟ طيب ده يقول لك ليس كذلك، لانه في شيء واجب وليس بموجود، اللي هي الصفات المعنوية مش المعاني، المعنوية غير المعاني، المعاني اللي هي العلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر والحياة، أما المعنوية اللي هي كونه عالما، كونه قادرا إلى آخره. والصفات السلبية يعني الوحدانية القدم والبقاء، هل هذه صفات موجودة
ولا اسم سلبية. سلبية يعني عدمية، سلب يعني النفي، وهي واجبة. وأنتم تقولون الواجب لا يكون إلا موجود، وهذه إيه؟ ليست موجودة وهي واجبة. فعشان كده قال لك إيه؟ قال فعلى هذا لا يقدر ما ذكر، لأنه لو قدرنا كده إيه ما ذكر اللي هو أن الواجب أو أنه كل واجب موجود، لا نقدر هذا، لأنه لو قدرنا هذا حتخرج هذه الصفات الواجبة لله. وإنما يقدر ما لا يتصور في العقل إلا ثبوته. يعني لا نقول ما لا يتصور في العقل إلا وجوده، حنشيل كلمة وجوده ونضع ثبوته. ليه؟ لأن الثابت أعم من الموجود، كل موجود ثابت وليس العكس. يعني الموجود ثابت زي العلم، القدرة إذا كان له وجود فله إيه؟ ثبوت. لكن ليس كل ثابت موجود، فالشيء يثبت يكون ثابتا لله كالقدم والوحدانية والبقاء، وهذا ليس بموجود. فلأجل هذا يقدر ما لا يتصور في العقل عدمه، يعني ما لا يتصور إلا وجوده، فنقول ما لا يتصور إلا ثبوته، فيكون ذلك شاملا لجميع ما يجب في حقه. يعني لو قدرنا كلمة ثبوته حيكون هذا شامل، يعني يدخل في السلبية والمعاني والمعنوية، لأنه قلنا إيه؟ كلمة ثابت أعم من كلمة موجود. خلاص. طب لماذا قدرنا كلمة ثابت ولم نقدر كلمة موجود؟ قال أصل لو خلناها موجود في هذه الحالة حيختل التعريف، لأن اشتراط كون الحد لازم يكون جامعا مانعا. قال لك لكن الشرط ده غير متفق عليه، جوز بعضهم كونه غير جامع. فالتعريف اللي عندنا هنا مانع بس غير ايه؟ غير جامع. ومتى يكون التعريف غير جامع؟ إذا كان أخص. يبقى هنا ايه؟ لم يجمع، خصوصا في التعريف اللفظية التي منها هذا الايه؟ هذا التعريف. فهمتوا القصة كده ولا لسه؟ وعشان كده الشيخ الدردير رضي الله تعالى عنه في الخريدة لما عرف الواجب ما عرفش زي ما عمل الشيخ السنوسي، مش كده يا سيدنا الشيخ؟ الشيخ الدردير جاب عبارة أحسن، قال أحسن وأخصر وأجمل، اللي هي قال الواجب هو الثابت العقلي الذي لا يقبل الانتفاء، ولم يقل ما لا يتصور في العقل عدمه، وقال في المستحيل هو المنفي أو المنتفي الذي لا يقبل الثبوت، والجائز ما يقبل لهذا وهذا. ولهذا كان تعريف الدردير أدق، لأنه إيه؟ حيبقى جامع مانع، ولا يخرج منه الصفات السلبية ولا الإيه؟ ولا المعنوية. إذن فالشيخ الدردير هات كده الخريدة، معاك الخريدة؟ هات نشوف الخريدة. قال عشان تصدق أنا لا أفتري على الله الكذب. فين؟ فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاء في ذاته، والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الأول. البيت ده رقم كام؟ رقم 14. يجيبه لك في الشرح. صفحة كام؟ 57. لا، في صفحة 57 بيقول هنا ايه؟ ثم شرع في تعريف الواجب والمستحيل والجائز. ومنه يعرف تعريف الوجوب والاستحاله زي اللي قلنا هذا. وقد قدمه ايضا فقال فالواجب العقلي.
شوف الشيخ بيقول هنا ايه، الواجب العقل اي الثابت العقلي من ذات او صفة او نسبة، ما لم يقبل الانتفاء يعني لا يقبل الزوال خلاص بالنظر لذاته. ثم قال هذا التعريف اخصر واوضح واحسن، لم يقل من قول السنوسي، رأي كم مؤدب، قال من قولنا ما لا يتصور في العقل عدمه وإن اشتهر. وأن التعريف اللي هو تعريف الواجب بأنه ما لا يتصور في العقل عدمه مشهور جدا، كاد يعرفه اليهود والنصارى والمجوس، مع أنه مشهور هو مش خطأ، ليس خطأ، لكنه غير إيه، غير جامع. ومن شروط التعريف أن يكون جامعا مانعا مضطردا منعكسا. قال لك والله يعني الشرط ده مش متفق عليه، يعني في البعض قال لك يعني البعض بيقول ايه، بيقول جوز بعضهم، جوز بعضهم انه التعريف يبقى غير جامع، لكن الأضبط والأدق ايه، ها، حتى وإن كان جائزا عند البعض أن يكون التعريف غير جامع، لكن ما هو الأضبط الدقة فيه؟ أن يكون جامعا مانعا. جامع يعني إيه معنى جامع يا مشايخ؟ إيه معنى جامع؟ يعني يجمع، بدل ما تقول يستوعب قول يجمع. إذا كان هو قال جامع هو قال مستوعب، يبقى يجمع كل أفراد الإيه، ها، المعرف. طب مانع يعني يمنع غيره من الدخول فيه، فيظل الايه الحد للمحدود او التعريف للايه للمعرف، يعني غيره لا يدخل فيه يمنع، وما هو منه لا يخرج، فيصبح جامعا ايه مانعا. فعشان كذا كان تعريف الدردير أخصر وأحسن أجمل من إيه، ها، من التعريف المشهور خلاص. لكن التعريف إنه مشهور والناس يعني يمن البتاع ده حيح يعني سوف البرد ده يعني حيتعبنا. افصل التكييف ده بالذات، خلي كفاية واحد يعني خليه مانع. يبقى فهمتوا كده التعريف الأدق اللي هو ايه تعريف الواجب انه ايه الثابت العقلي الذي لا يقبل ايه الانتفاع. طيب احنا قرأنا التعريف، اقرأ كده التعريف الواجب. ها انت اغلقت ولا لسه؟ ها؟ ملم؟ ها؟ ايوه كده. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه كالتحيز مثلا. طب سؤال قبل ما نجيب المثال، كيف تقرأ الكلمة؟ ها؟ الواجب احنا بنقرأها كده ما لا يتصور، البناء ليه؟ ها؟ للمجهول. تبقى تقرأ بالبناء للمجهول وتقرأ بالبناء للمعلوم، يبقى معناها ايه ما لا يتصور يعني ايه؟ شرحناها الآن، ايه معنى كلمة يتصور؟ يصدق العقل ويقبله، يقبل لا يقبل يعني خلاص، العقل لا يقبله يعني لا يقبل أن يكون معدوما يعني لا يصدق به. طيب القراءة الثانية ايه؟ الواجب ما لا يتصور، مش يتصور، ما لا يتصور في العقل عدمه. ما هو في الحالتين يتصور عدمه، يتصور عدمه، بس هيبقى ايه معناها لو قرأت بالبناء للمعلوم؟
محذوف مثلا مقدر لا يتصور العقل. وهو ده هو ده التصورات الـ يعني الـ مش عارف التصورات الوهمية. ها يبقى إذن لو قلنا يتصور يبقى معناها سهل جدا، ما هو ما لا يمكن، يبقى معنى يتصور، يبقى كلمة يتصور يبقى معناها الإمكان، يعني لا يمكن أن يكون عدما. يبقى كلمة ما لا يتصور يعني لا يمكن، نفسرك يعني كأنه قلنا الواجب ما لا يمكن في العقل عدمه، بدل كلمة يتصور يعني يمكن، يعني عدمه غير ممكن، يعني عدمه مستحيل، إذا فهو إيه؟ واجب. يبقى إذا قرأت بالبناء للمعلوم ما لا يتصور يبقى معناها لا يمكن، مفهوم؟ ويتصور يبقى معناها تكون له صورة، خلاص كده؟ لا يلا. لكن هنا هو تعريف للواجب العقلي وما لا يقبل الانتفاع. ده بتاع الدردر اللي قرأناه الآن. ده أقصر وأحسن، مش الآخر خطأ، لا، هو ده مختصر. وبعدين هو قال ايه الشيخ الدردير؟ قال ايه ما هو الثابت الايه؟ العقلي، مش كده؟ الثابت، مش كده التعريف؟ الثابت العقلي. لا لا لا، في المتن اللي داخل بالشرح، المتن قال ايه؟ ها؟ في المتن. نعم تفضل. لا قول اقراها. ما لم يقبل، ما لم يقبل الانتفاع، مش كده؟ ولم يقل في العقل، في العقل ده في الشرح، مش كده؟ الواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاع. هو اسمه واجب عقلي، انما هو يعني هذا الواجب اللي هو لا يقبل الانتفاء هو ثابت، خلاص، وثابت تشمل موجود او ايه او الصفات السلبيه او المعنويه. يبقى كذا الواجب هو واجب وجد عقل ام لا. افرض لم يوجد عقل، هل الواجب حيكون غير واجب ولا واجب برضه؟ واجب. وكل ما في الأمر أنه العقل كشف لنا وميز، إنما الواجب هو واجب في ذاته حتى لو لم يوجد عقل. فعشان كده قال هذا التعريف أخصر وأحسن. وإيه ثاني؟ أخصر وأحسن وإيه؟ أدق، عبارة الشيخ كده، وأوضح. أخصر وأحسن وأوضح. يلا ما نألفش على الشيخ، الشيخ لم يقل أدق وإنما قال أخصر، والاختصار فيه الدقة أيضا، لأنه أي شيء كلام مختصر يبقى دقيق. إمتى الكلام يكون مفهوش دقة؟ إذا كان ليس فيه اختصار. وإنما يقدر ما لا يتصور في العقل إلا ثبوته، فيكون ذلك شاملا لجميع ما يجب في حقه. يعني إحنا فسرنا كذا ما لا يتصور في العقل عدمه، يعني ما لا يتصور إلا ثبوته حتى يشمل، واضح؟ طيب يلا. فيكون ذلك شاملا لجميع ما يجب في حقه جل ثناؤه، أو أن الطالب حين إرادها يقول اشتراط كون الحد جامعا مانعا غير متفق عليه. يعني ممكن واحد يقول لنا أنت كل كلمة إنه الحد يعني التعريف يكون إيه جامعا مانعا، ده مش متفق عليها، لأنه في بعض العلماء جوزوا أن يكون التعريف غير إيه؟ غير جامع، خصوصا في التعاريف اللفظية التي منها هذا التعريف. فإن قلت لما لا يجوز أن تكون ما في قول المصنف رحمه الله ما لا يتصور، وطبعا مشى على إيه؟ ها؟ مشى على أنه القراءة بتاعتها بالبناء للمجهول، مع انه تقرا بالبناء للايه؟ في الاثنين، يعني في تعريف الواجب وفي تعريف المستحيل. فنقول في المستحيل ما لا يتصور في العقل ايه؟ وجوده. ونقول في الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه. فيقول لك واقع على موجود او شيء، يعني ليه ما؟ وحينئذ فلا ترد عليه السلوب.
إذ هي ليست بموجود ولا شيء، ويكون التعريف قاصرا على واجب الوجود لذاته. يعني في هذه الحالة لا تدخل الصفات السلبية، لأنها لا يقال في السلوب إنها موجودة ولا يقال إنها شيء، فيكون هذا التعريف اللي هو تعريف الواجب قاصر عليه، مش على أي واجب، على واجب الوجود لذاته فقط. يعني كأنه عندما قال الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، هذا فقط اللي هو إيه؟ واجب الوجود لذاته، وهو الله سبحانه وتعالى فقط. يعني هذا التعريف لا يشمل إلا الحق سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن ذاته واجبة الوجود لذاتها، إذ لا واجب بالذات إلا هو وعلى صفاته الذاتية، سواء قلنا إنها واجبة الوجود لذاتها كما وقع في عبارة بعضهم وإليه يميل الشيخ رحمه الله يقصد الشيخ السنوسي، أو لموضوعها كما هو للإمام مين؟ الرازي. فالجواب يجوز ذلك ولا مانع من ذلك، يعني لا مانع أن نأخذ بهذا التعريف اللي هو الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، ولكن في هذه الحالة يكون قاصر على تعريف واجب الوجود فقط لذاته. طب من هو واجب الوجود لذاته؟ قال لك الله تعالى فقط، هو وصفاته الذاتية اللي هي الصفات المعاني، العلم، القدرة، الإرادة إلى آخره. فصفات المعاني واجبة الوجود لذاتها، هي معنى واجبة الوجود لذاتها يعني لنفسها. يعني العلم واجب الوجود لنفسه، يعني للعلم، وهذا هو إيه؟ رأي الشيخ أو ما يميل إليه الشيخ، أن الصفات الإلهية اللي هي صفات المعاني واجبة الوجود لنفسها ليس لموصوفها أو لموضوعها اللي هو ذهب إليه مين؟ الإمام الرازي. فالإمام الرازي كأنه يقول إن الصفات الإلهية في ذاتها بقطع النظر عن الموصوف اللي هو الله هي ليست واجبة، وإنما لم تكن واجبة الوجود إلا لموصوفها، يعني لموضوعها، لأنها صفات الله. أما لو نظرنا إلى الصفات نفسها بقطع النظر عن الموصوف يبقى الصفات ليست واجبة، وإنما هي إيه؟ ممكنة. هذا رأي مين؟ الشيخ الرازي. أما رأي الجمهور بيقول لك لا، ده الصفات واجبة الوجود حتى على فرض أنه ما فيش ذات مثلا، يبقى الصفات واجبة الوجود لنفسها، يعني لنفس الصفة وليس لموصوفها. يبقى دول إيه؟ رأيين. يبقى قول مين ده اللي هو قال إن الصفات واجبة الوجود لموضوعها، موضوعها يعني موصوفها يعني الذات، هذا قول مين؟ ها؟ الفخر الرازي ومن تبعه. مشى مع مين للأسف؟ يعني مين اللي مشى وراه؟ التفتزاني على جلالة قدر، والبيضاوي، وكل الجماعة الثلاثة دول البيضاوي والرازي الشيخ الدسوقي مسح بهم الأرض في السنوسية، بعدلهم مع أنهم علماء كبار لكن إيه ما سبهمش، وقال إنه هذا سرى إليهم من كلام الفلاسفة. البيضاوي والرازي والإيجي الجماعة دول تخاف منهم لأنه اختلط كلامهم بكلام مين؟ بكلام الفلاسفة. لما الدسوق إذا ابن عرفة يكرهش حاجة في الدنيا كد مين؟ كد الفلاسفة. ولذلك العلماء ما سابوا الإمام الرازي على جلالة قدره وفخامته، قالوا أساء الأدب في الكلام ده، لأنه جعل الصفات الإلهية ممكنة يعني كأنها حادثة،
الإمكان معناه أن يعني لم تكن واجبة الوجود، وإنما هي ممكنة الوجود. فلم تكن واجبة الوجود إلا لمين؟ لموصوفه. يعني كده بصراحة، وإحنا طبعا في مجلس علم لازم نصرح نقول المعنى الصحيح، مش هينفع الأدب هنا، لو تأدبنا مش هينفع، يبقى هتفهموها خطأ. يعني معناها إنه إيه؟ الصفات في نفسها إيه؟ ممكنة. فهذا القول شنع عليه كثير من أهل العلم كابن التلمساني، فقال إيه؟ شوف كده التلمساني ده كان شديد، والدسوقي أشد، قال إيه؟ صرح الفخر والعياذ بالله بكلمة لم يسبق إليها، يعني جعلها يعني زي الفاحشة بتاعت قوم لوط، ما سبقكم بها من أحد من العالم. فقال هي ممكنة باعتبار ذاتها، يعني نفس الصفات، واجبة بوجوب ذاته جل وعلا. وضاها، ضاها يعني ضاها، ضاها يعني شابه قول الفلاسفة، لأنه ده عبارة عن نفس كلام الفلاسفة، لأنه الفلاسفة ما قاله الرازي بالنسبة للصفات قاله الفلاسفة بالنسبة للعالم، فقالوا العالم ممكن باعتبار ذاته واجب بوجوب مقتضيه. فعندهم العالم قديم بقدمه تعالى، ولكنه في نفسه حادث. كذلك نفس الكلام اللي صرح به في الصفات صرح به الفلاسفة بالنسبة لقدم الإيه؟ ونعوذ بالله من زلة عالم. وبناها، يعني الكلام اللي قال ده، بناها على اعتقاد صحة شبهة الفلاسفة بأن الافتقار بمعنى مطلق التوقف يوجب الإمكان، أي كل ما يتوقف وجوده على غيره، يعني جعل وجود الصفات متوقف على إيه؟ على الذات. فكل ما يتوقف وجوده على غيره يجب أن يكون ممكنا، وأن كل مركب مفتقر إلى جزئه وجزئه غيره، والمفتقر للغير لا يكون إلا ممكنا. والداف مشكلة كبيرة، ليه؟ توهم التركيب، كأن الذات أو كأن الله مركب، مدامت فيه إيه؟ افتقار وفي إمكان، يبقى فيه إيه؟ شبهة التركيب، وتوهم التركيب باعتبار الصفات، وادعوا بأن الإمكان لا ينافي القدم، وهي عقيدة باطلة تهدم كثيرا من مسائل أهل السنة. الغريب اللي أنا بستعجب له إيه؟ أنه الإمام الرازي أشعري، بل هو يعني من كبار الأشاعرة. ما الذي أوقعه في ذلك؟ أنه غاب عن ذهنه. إحنا بنقول إيه؟ ما الذي يقرره الأشاعرة في الصفات؟ يعني كيف يقول أن الصفات ممكنة في نفسها وإيه؟ وواجبة لموصوفه؟ كيف يقول هذا مع أنه مذهب الأشاعرة أن الصفات ليست غير الذات؟ هل الصفات هي الذات؟ لا هي عين ولا هي غير. فلو يعني خطر ببالي هذا ما كان وقع في اللي في هذه المشكلة، والله أعلم. يعني احنا نقول كده، هل الصفات الإلهية غير الذات حتى نقول انها ممكنة والذات واجبة؟ ده بيقول لك هي ليست غير الذات، ليست غيرا وليست عينا. فهمتوا ده؟ يبقى كيف يقول هذا؟ على اي حال، زلة تغفر في بحار حسناته، والسبب فيها مين؟ الفلاسفة. يبقى في هذه الحالة ما فيش مشكلة لما نقول العالم ممكن في ذاته وقديم بقدم علته، يبقى احنا كده عملنا زيهم بالضبط. ولذلك اللي يقرأ في الفلسفة لازم يكون في غاية الحذر، ينتبه لحسن يسقط في بئر سحيق لا يستطيع الخروج منها. ولا تقرأ الفلسفة إلا بعد أن تقرأ القرآن والحديث النبوي
وتسبح وتستغفر، تقرأ المعوذتين، خلاص تكون على وضوء. فالجواب يجوز ذلك ولم يعمل ذلك، ولما كان الواجب يبقى الآن كده فهمنا الكلام في الواجب تعريف دقيق وواضح جدا. فقال ولما كان الواجب ينقسم إلى قسمين، هو واجب بس هو في واجب يعني ضروري لا يحتاج إلى إيه؟ إلى تأمل أو إلى دليل، فهذا يسمى ضروري، والذي يدرك بعد النظر والتأمل يسمى إيه؟ هذا تقسيم، هو واجب واجب وخلاص، ما فيش حاجة اسمها الواجب اثنين، الواجب واحد، ولكن هذا التقسيم باعتباري أن هذا توقف على نظر واستدلال فسمي إيه؟ ها؟ فسمي نظري، والثاني لا يتوقف فسمي إيه؟ ضروري. فقال ولما كان الواجب ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري، وأن الضروري ما يدركه العقل بلا تأمل، أشار إليه ممثلا له بقوله كالتحيز مثلا للجرم، وهو أخذ قدر ذاته من الفراغ. يعني إذن التحيز للجرم ماذا نقول عليه؟ واجب. إيه معنى واجب؟ يعني لا يتصور أن يكون هناك جرم ولا حيز له، إذن فلا بد أن يتحيز الجرم، يعني أن يشغل قدر ذاته من الفراغ. يبقى ده واجب ولا مش واجب؟ هل هذا يتصور عدمه؟ يعني هذا لا يتصور إلا وجوده أو إلا ثبوته، بحيث يعني لازم الجرم، شوف كده، يشغل حيز من الفراغ طالما في جرم. بحيث إيه؟ طب لماذا؟ يعني واحد يقول لك ليه الجرم يشغل حيز من الفراغ؟ قال بحيث يسكن فيه أو يتحرك. ما هو الجرم إما ساكن وإما إيه؟ ها؟ طيب إذا كان الجرم ساكن، سؤال حيسكن فين؟ طيب إذا كان متحرك حيتحرك فين؟ فلازم يكون في إيه؟ ها؟ في حيز، لأن الحركة لا تقع إلا في حيز، والسكون كذلك. أنت تنام مش كده؟ وتستقر وتسكن، جعل لكم الليل سكنا. طيب إذن يلزم أن يكون هناك حيز تسكن فيه، أين تسكن؟ في الطابق الأعلى، في شارع كذا، في مكان. طالما أنت جرم فلا بد أن يكون هناك حيز، خلاص. إيه معنى الحيز ده؟ يسكن فيه أو يتحرك ويمنع غيره أن يحل محله. يعني طالما الحيز مشغول يبقى إذن لا يمكن غيره يحل في نفس المحل، فإن وجوب هذا المعنى له ضروري للعقل لا يفتقر إلى تأمل، ولهذا سمي واجب ضروري. أما النظري ما يدركه العقل بعد التأمل، يعني إذن أدركنا أن الجرم لا بد أن يكون متحيزا، وهذا أدركناه من غير إيه؟ من غير تأمل، من غير نظر. أما القدم، وجوب القدم لمولانا جل وعز مثلا، فإن وجوب هذا المعنى له إنما يدركه العقل بالتأمل. يبقى صفة القدم لمولانا واجبة، ولكن الوجوب إيه؟ نظري. تمام. طيب في سؤال هنا، اقرأ مولانا. والفرق بين الحيز، في ثلاث أشياء، حيز والتحيز والمتحيز، زي حكاية الواجب والوجوب، مش كده؟ يبقى عندك هنا ثلاثة مش اثنين، حيز وتحيز ومتحيز، ثلاثة. ايه الفرق بينهم؟ فالحيز نفس الفراغ من الخلال،
والتحجد كون الجن أخذ فرا من الفراغ، والمتحجد والمانعة. لا مش كده. استنى لحظة. يبقى إذن كلمة التحيز، شوف كده إيه معنى التحيز، يعني الجرم أخذ قدرا من الفراغ، فأخذ الجرم قدرا من الفراغ هو ده اسمه ده إيه؟ التحيز. خلاص كده. طيب بعدين المتحيز اللي هو إيه؟ اللي هو الجرم، الجرم اللي هو المتحيز. يبقى الحيز والتحيز والمتحيز. اول واحده ايه؟ الحيز هو ايه؟ نفس الفراغ، نفس الفراغ هو ده الحيز، الحيز هو الفراغ، الفراغ. طب والتحيز كون الجرم اخذ قدر من هذا هو التحيز ده. والمتحيز اللي هو الجرم نفسه. خلاص كده. ده المتحيز. يبقى الحيز والتحيز والمتحيز. يبقى المتحيز اللي هو الجرم. تمام. وما معنى كونه متحيزا اللي هو ايه؟ الممانعة، بحيث ان الجرم منع غيره ان يحل حيث حل هو. يعني شوف كده مثلا، بص كده معايا، لو وضعت شيء هنا ده جرم وشغل هذا الفراغ، طب عاوز اجيب جرم تاني واحطه في نفس الحيز، لا يمكن. طب حطيناه فوقيه مثلا، شغل حيزا فوق اللي هو المسافة هنا مثلا، نقيس هنا مثلا نصف سنتي، النصف سنتي ده ما فيش حاجة تتحيز فيه الا الجهاز اللي تحت، بعد كده الفراغ اللي فوق ده شغله، نجيب هنا حيز اخر، فلا يمكن ان، لانه لو اخذنا، بص كده، لما اجيب انا طول هنا والعرض، العرض هنا كان مثلا 5 سنتي، انما لو حطينا هنا هيبقوا 10، يبقى كده حيز اخر. احنا عاوزين نضع هذا الجهاز على الثاني وياخذ نفس الارتفاع، يمكن؟ لا، لازم وهكذا. امال كيف يبنى البناء؟ لو عارف الطوب، الطوب نضع طوبه، عايزين نحط الطوبه اللي فوقها في نفس الحيز، يبقى معناها البناء مش هيرتفع ابدا. يعني كيف تكبر الحائط ونعمل السقف؟ ده كل ما نضع طوبه في نفس في نفس الحيز، فلازم كل طوبه تاخذ حي حتى ايه؟ نتم الايه؟ البناء. واضح؟ طيب عرفنا الفرق بين الحيز والتحيز والايه؟ ها؟ والمتحيز. وكل ده اللي هو ايه؟ التحيز ده، يجي واحد يقول لك التحيز ده في الأجرام الكثيفة، يعني عارف الجرم الكثيف اللي له كثافة، وهذا في الأجرام الكثيفة، أما الأجرام الشفافة في أرواح لطيفة. تمام. زي إيه اللطيف؟ زي الهواء. الهواء ده يعتبر إيه؟ جرم برضه. يعني انت فاكر جرم، يعني مثلا زي نحاس او حديد او خشب، الهواء جرم والماء جرم والسحاب والارواح والملائكة، دي اجرام. ولكن الفرق بين الجرم ده الانسان والجرم ده، ده جرم، ده كثيف، انما ده الهواء جرم لطيف. يبقى فهمت الاجرام فيها ايه؟ كثافة وفيها ايه؟ لطافة، يعني اللي هو بيسموها الأجرام. والنار، النار جرم برضه. اللي يخليك عرفت انه الهواء جرم، هات كده البالون، عارف البالون، وانفخها واوزنها وهي منفوخة، وبعدين فرغ الهواء، تلقى الوزن ايه؟ اختلف. يبقى معنى كده الهواء له ثقل ولا له جرم ولا ملوش؟ هل وزنها وهي فارغة من الهواء زي وزنها وهي ممتلئة؟ ها؟ يبقى معنى كده الهواء في جرم ولا مفهوش؟ بس هي الفرق بين الهواء والماء برضو جرم، إلا إنه الأجرام الشفافة يحصل فيها التداخل، يعني ممكن تحط في الماء
وعارف لو حطيت مثلا شيء في الماء او لو هنا وضعت شيء هيشغل المكان الفارغ ده، شوف كده. انما افرض الاناء ممتلئ ووضعت جرم اخر، ايه اللي هيحصل؟ هيمنع، هتحصل الممانعه، فالماء هيطلع بره، هيفضي مكان للايه؟ للجرم الثاني، مش هينفع معاه ابدا. لازم يطلع واحد فيهم يخرج القوي يخرج الضعيف. طبعا الماء هو الضعيف هو اللي هيخرج، انما الحاجه الثقيله ايه؟ هتمكس، اما ما ينفع الناس فيمكس في الارض. يبقى في اجرام كثيفه وفي اجرام ايه؟ شفافه لطيفه، زي الارواح والملائكه والجن والسحاب والريح والماء. دي الاجرام الشفافه اللي هي اللطيفه، فلا ممانعه بينها. افهم دي جيدا، الممانعه انه الجرم يمنع غيره ان يحل حيث هو حل، هذا في الاجرام الايه؟ ها؟ الكثيفه. اما الاجرام اللطيفه لا يتمانع. ولذلك لو كان الهواء مالئ الغرفه وجرم ويشغل حيز من الفراغ وشغل الفراغ كله، ومع ذلك ندخل فيه ونجلس، انه لو ما فيش هواء حنموت. فاحنا الان اجرام نحل في اجرام، ولذلك لا يوجد فراغ حقيقي، لانه الفراغ اللي بيقول عليه الفراغ ده هو مليء هواء ومليء مكروبات ومليء عدوى. ولذلك لو واحد عطس هيمرض الكل. يبقى كيف فراغ؟ يبقى فيه ايه؟ ولذلك ايه الاجرام الشفافه اللي هي الارواح والملائكه ها والجن. عارف لو انتوا كام واحد هنا في القاعه؟ كام عددكم؟ مثلا 100 او 200، مش كده؟ فلو جو مثلا مثل هذا العدد واراد ان مش ممكن، هيحصل الممانعه، هتمنعوه كيف يجلس؟ يعني لا يمكن يتداخل فيك، انت بتشغل حيز من الفراغ تمنع غيرك من الايه؟ الجلوس في نفس الحيز. انما لو جو 100,000 جن ما هيحصلش الممانعه، عليه لانها اجرام لطيفه تتداخل في بعضها، مش هتمتلئ القاعة. لو جو حتى مليون مش هيملوا القاعة، لأنه الجن إيه ليس عنده الكثافة إلا إذا تشكل، وكذلك مين؟ الملائكة. ولذلك هنا بيقول لك الأرواح الأجرام الشفافة زي الأرواح، وهي تاني الملائكة والجن والسحاب والريح والماء. أو الطائرات بتمشي فين؟ تخترق السحاب. عارف لو السحاب ده كثيف زي الحجارة تتحطم الطائرة ويتحطم من فيها ولو كان حتى ملك. إنما إيه اللي بيخليه يخترق؟ ها؟ إنها أجرام شفافة. ولذلك هنا بيقول لك بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ملأ ثلث الكون. ده ملك واحد بيشغل تلت الكون، ولله ملك ملأ ثلثي الكون. ده يبقى كده ايه؟ تلت وتلتين، يبقى معناها الكون ما فيهوش فراغ خالص. اذا كان ملك واحد شاغل ثلث الكون، والملك الثاني شاغل الثلثين، راح قال لك ولله ملك ملأ الكون كله. كيف هذا؟ ما الكون مشغول خلاص. لما الملك الاول خد الثلث والملك الثاني خد الايه؟ الثلثين، يبقى كده الكون اتملى. الملك الثالث يقول لك ملى الكون كله، كيف هذا؟ قال لك فعلم من هذا انها تتداخل. يعني الملك اللي واخد الكون كله داخل في نصيب الايه؟ الملكين التانيين. يبقى اذا الأجرام الشفافة أو اللطيفة تتداخل، زي بالضبط أنت كده هات كوم كبير من القطن وتروح أنت تدخل في الكوم ده، إيه اللي حصل؟ جرم دخل في جرم، خلاص كده؟ تشبيه لها. وإحنا أصلا داخلين في أجرام أخرى كثيرة
شفافة ولطيفة زي الهواء والسحاب والماء إلى غيره، كأنك تدخل في الماء، مش بتملى الماء وتدخل فيه، ولكن الجسم بتاعك لما يشغل حيز الماء هيخرج. لو انت مليت في الاستحمام ده البانيو ده، ايه اللي بيحصل؟ ملأ على الاخر، وانت دخلت لازم الماء يخرج، لانه ده كثيف وده كثيف. بس كثافة الانسان اشد من كثافة، حتى الكثافة بتتفاوت في كثافة وفي ايه لطافة. ولذلك الأرواح اللي هي الجن والملائكة لا تمنعها الجدران الكثيفة، لأنه هو أصلا يمكن يدخل زي الهواء، يدخل من يعني ما تمنعهوش الجدران ولا الأبواب من الدخول، بخلاف الجرم الكثيف. لو أنت أردت أن تخرج والباب مغلق لا يمكن، هتدخل في الحائط، لا هو ما يهموش الحائط، من أي مكان من فتحة التكييف يخرج من اي شعاع، لانه هو ما عندوش ايه كثافه. فهمتوا؟ ولذلك ده السبب اللي يفسر لك انه الجن يدخل في ابن ادم، يدخل فيك. طب كيف يدخل جسمي في جسم؟ هو عباره عن زي الهواء، انت مش بتتنفس، الهواء اللي دخل في 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 جوفك ده هو الجن ده. تاخذ نفس كده يروح داخل معاه بدون ان تشعر، فعاوز تخرجه تعطس عطاس شديد ومش هيخرج برضه خلاص. ولما فرغ من تعريف ده بلاش كده، كفاية عشان لو قلنا زيادة مش هتفهموا. خذ يا عم. اللهم صل أفضل على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداداتك بماتك، فكلما تذاكرون وغفل عن ذكر الله فيه. اللهم صل أفضل صلاة